اليوم رجعنا على القاهرة مصر. ما متزور هالبلد عمرك ما بتمل منها، وعمرها ما بتخلص قصص العالم فيها. بس اليوم قررنا نزور مدينة مختلفة شوي، قريبة ساعة ونص من القاهرة. كنت أسمع دائما عنها بالأفلام المصرية، اسمها الشرقية. هدى ومحمد، واللي منها بيحكوا لهم شرقاوي أو شرقاوية. فصلنا ساعة ونص حتى وصلنا عند بيت عائلة مختلفة، أطول اثنين من أطول الناس في العالم. أنا اسمي محمد شحاتة عبد الجواد، من الشرقية، ولكنهم مظلومين شوي. طولي 247، أحجامهم غير عادية، ولكن جينيس ريكورد مش معترفين فيهم إلى الآن. خلينا نتعرف على قصتهم أكثر. يعني بص، مفيش لسه عندي وقت بطل. أنا بروح مش عارف أخش، يعني بدي أفرض روحي كده تعورني. تقدرش توقف؟ ما عرفش. بروح أنا بدي أفرض روحي كده، ما هتح خبطاني في رأسي. هتحني ما روح. عندي ما روح. فجأة يعني صارت معك انت؟ انا كنت في انت 15 سنة و 14 سنة كنت عادي، وبركب العربية وبمارس حياتي عادي وبشتغل واسرح وكنت حلو خالص. وفجأة لقيت روحي كده، فجأة لقيت رجليها كبرت، ولا عندي وقت لسه بتكبر. طب انت بتطول ورجليك بتكبر، هدومك غالية، كل لبسك تفصيل. هو واصل للحيط وواصل للمروحة، المروحة ما بيقدر يشغلها بسبب ال... مش هقدر امسك كرتونة وهيب على روحي وانا قاعد كده عشان مروحة تخبطنا في راسي. يعني نايم كده هنا لازم انام هنا كده. اول ما قمت يتقوم فجأة راح تخبطوني في راسي. انت لو تتمدد بتاخد الارض كلها، فلما تقوم بتخبط. دي الوالدة؟ اهلا وسهلا. اهلا بيك يا باشا. تعبوكي معه؟ يعني امال ايه، ما تعبت على مربيت، لان ابوهم مات بقاله 27 سنة. وانت لحالك؟ ربك لحالي. يعني بقينا نعاني ونشتغل انا والولد. الوقت ايه جاله غضروف راخر وقعد في البيت معانا تاني راخر. هو قديش عمره؟ محمد؟ انا 34 سنة. وطول اختك كم ما شاء الله؟ طول اختي 240. طيب ما اشتغلت؟ ما اشتغلت قبل هيك؟ لا. طب تقدر؟ مش حد بيقدر يشغلني، مفيش حد يهتم بينا. طبعا لو حد اهتم بيا ممكن العب كرة سلة، مفيش مصدر رزق لي خالص. يعني نفسي يبقى لي مصدر رزق، يمكن نفسي اتوظف، نفسي يبقى لي حاجة اني عايش منها، لكن للأسف. انت درست؟ انا درست واخد معهد ازهر. طوله 247 ولسه بطول، يعني هسه ممكن نغيب عنه سنتين راح يطول اكثر من هيك، وقرب يوصل لاطول رجل بالعالم اللي هو 251 سلطان اللي صورناه بتركيا. تعرف سلطان اطول رجل في العالم؟ هو اطول منه 3 سنتي. 3 سنتي سلطان، عرفتوه؟ الكردي اللي عايش في تركيا صورناه. هو مش على عصاية. بس لازم تاخذ انت رقم 3 بالعالم او 2. هو اطول منه 3 سنتي. هم جينيس ريكورد لو يعرفوا عنه لازم نوصل هذا الفيديو لجينيس ريكورد. عندي وقت رجلي لسه بتكبر، في ليه؟ ليه برضه؟ ايدي اللي كانت صغيرة كم لسه بتكبر لعندي الوقت. يعني كل جسمك قاعد لسه بيكبر. بالضخم. انا اسمي هدى شحاتة وطولي 240 سنت، واخت محمد شحاتة. يعني هي بالمدرسة بينت معاكم ولا الجامعة ولا؟ قبل 12 سنة. 12 سنة. قبل 12 سنة. ضلت بقينا احنا اطول اثنين في التخت. الله يعطيك العافية. هو لانه كنه هرمونات كثير فبتعب، بتعب بسرعة. جسمه ما بتحمل يتحرك كثير. بس لازم يكون في حدا يهتم فيك جد. ما نفسي. يعني سلطان لما رحنا عنده كانوا مهتمين فيه، جينيس ريكورد، الناس اللي حواليه. انت بتحط ايدك في ايدي؟ ادي ايدك يعني. اشوف ايدك. ايدك تختلف عن ايدك. يعني هاي كمان ممكن اكبر ايد في مصر. انا اشوف ايدك تختلف عن طبعاً. مش قادر يدخل بالسيارة. شو؟ طلع راسه وين؟ فقررنا
نجيب لهم هدية صغيرة. راح نجيب له عجل، هسه راح نشتري له عجل كامل يربيه عنده. ولو تعصب ايش بيصير؟ ممكن يعني باخش فوضى وبقفل على روحي. ما بتطلع عصبيتك على الناس؟ لا، باخش فوضى وبقفل على روحي. اخش جوا كده بسكر حالك. بسكر حالك. لما يعصب بسكر حاله عشان ممكن غضبه يطلع برا. يعني هذا لو على الانستغرام، لو محمد على الانستغرام وهدى بنشهره. طب ليه مش نتكرر؟ ليه مش نتكرر ونبقى زي البني ادمين اللي بحط انا مواصله حلوه؟ نفسي محمد يتعالج، يعني له ظروف واخته دي يعني بتبقى ساعات تهتم خالص كده مش بتقدر تقوم من مكان. فانتوا البركه، وانتوا يعني ايه ربنا يخليكم، واللي انتوا تقدروا عليه تعملوه لإلهم اعملوا. مولودين عادي، ما فيش الا بعد ما راحوا المدرسه وبقت عندهم 12 سنه ابتدوا يطولوا بقى. دي كرهت المدرسه ودي كمل. الله يعطيك العافيه، طول بعمرك، ربنا يخليكم وانتوا الخير والبركه. شكرا لك. طلعنا انا ومحمد والشباب، طلعنا على السوق في الشرقيه هون في المنطقه الوسط، وراجعين هسه عنده على البيت. ليتس جو. دلوقتي هحاول نعمل حاجه يعني بسيطه تبسط محمد، بما ان احنا جينا ما ينفعش نمشي كده. اي حاجه بسيطه يعني نعمل له مفاجاه، حاجه تبسطه. اوكي هسه نفاجئه ان شاء الله. مرتاحين؟ حلوين الحمد لله. مربيهم على سنة الله ورسوله؟ احنا ما احنا ربوه على غير الشريعة. هولندي؟ احنا بنربينا هولندي. بسموه هولندي العجل. هو هاي بربيها بتكبر بتجيب اولاد صح؟ 19. يعطيك العافية. خلوها اصحابها، خلوها وديها، خلوها وديها. وديها لك؟ هي بتمشي معاي ولا؟ تمشي. يلا بسم الله. مبروك العجل. كويسة؟ تمام. يلا تطلع. تطلع؟ هتطلع. محمد جبنا لك اياه. مبسوط؟ ربنا يخليك. هذا شيء بسيط بس. ربنا يخليك. ايش راح تسميها؟ تسميها؟ بلاش اسم؟ لا مش هسميها. حلو عسل، ربنا يخليك يا رب. هاي كانت قصة محمد وهدى. خلينا ننشر هذا الفيديو ونوصله لجينيس ريكورد حتى يعرفوا عنهم، حتى يدخلوا موسوعة جينيس. وراح احط رقمهم في الديسكريبشن لأي حدا بيقدر يساعدهم. شكرا كريم وإسلام وأحمد بدوي اللي كانوا معي بالفيديو. شكرا لأهل مصر، إن شاء الله بنرجع لكم عن قريب.